بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية طيبة لكم اليوم من إحدى مدن الساحل الليبي، مدينة زوارة في أقصى الغرب الليبي، والتي تبعد عن العاصمة طرابلس حوالي 120 كيلومتر. مدينة زوارة فيها آثار قديمة تدل على أنها استوطنت من الإنسان منذ قديم الأزل. يقال أن نشأتها تقريبيا في القرن الثاني قبل الميلاد. في المدينة هنا في متحف يضم آثار المدينة، بعض الآثار يعود عمرها إلى حوالي 2000 سنة. طبعاً ما ننسوش أن في مدينة غارقة في ساحل البحر مقابل مدينة زوارة، وهي أيضاً مدينة تاريخية وأثرية قديمة للغاية. مدينة زوارة ذكرها أيضاً المؤرخ الإغريقي هيرودوتوس. طبعاً المدينة لها حضور واضح في التاريخ الليبي، ولها تواجد في كل صفحات كتب التاريخ الليبي. ومنذ دخول الإسلام إليها انتشرت فيها عديد المساجد، ومن ضمن هذه المساجد المسجد الذي نحن فيه اليوم، والذي يعرف بمسجد العزابة. هذا المسجد الذي تقام فيه الصلوات الفرائض وأيضا صلاة الجمعة وصلوات الأعياد، وهو مسجد له تاريخ ويحكي صفحة من صفحات تاريخ هذه المدينة. تابعوا معنا هذه الحلقة للحديث عن المسجد العتيق، مسجد العزابة في مدينة زوارة. أشهد أن محمداً رسول يسرنا في هذه الحلقة أن نرحب بضيفين كريمين من مدينة زوارة، وكلاهما باحث ومختص في تاريخ المنطقة، الأستاذ وائل فطيس، وهو باحث في التاريخ الليبي عموما وتاريخ مدينة زوارة بصفة خاصة، والأستاذ يوسف حلمي، وهو باحث متخصص في الفولكلور الليبي وفولكلور مدينة زوارة بصفة خاصة. مرحبا بكم. أتوجه بالسؤال في البداية للأستاذ وائل فطيس، وهو صاحب كتاب معالم حضارية من زوارة القديمة. يا ريت أستاذ وائل في البداية تعرفنا عن مدينة زوارة، ماذا يحدها، تاريخها، لمحة سريعة عن المدينة. بسم الله الرحمن الرحيم. أزول في اللون، نرحب بكم اليوم في مدينة زوارة بأهلنا وناسنا في قناة التناصح. طبعا مدينة زوارة مدينة قديمة، ومدينة يعني نقدر نقوله أن الاستيطان البشري لم يغادر هذه المدينة منذ أقدم العصور. توجد مواقع يعني أثرية، توجد معالم تاريخية متنوعة متعددة تعكس الغنى والثراء الثقافي للمنطقة في مختلف العصور ومختلف المراحل التاريخية التي مرت على منطقة زوارة، بحيث تشكل زوارة يعني وحدة جغرافية متماسكة متكاملة منذ أقدم العصور. تناولت المصادر جملة من المناطق والمعالم التي كانت توجد في زوارة في العصر الروماني وما قبله. نخص بالذكر المصدر الأهم والأبرز، وهو جداول الرحالة أنطونين، حيث يذكر عدة معالم وعدة قرى وعدة مناطق لزوارة، أهمها مدينة بسدة وهي مدينة أبو كماش الأثرية، ويقع بجوارها برج لوكري وهو في منطقة سيدي سعيد، وأيضا أجب سرية تبيرنا وهي منطقة تيبودا الحالية وإغرماون، ومنطقة كساس فيلا أنيكوريوم وهي منطقة زوارة المدينة، وأيضا منطقة أد أمونيوم. وأيضا في العصور الوسطى لم ينقطع الاستقرار في زوارة، فكان امتدادا للاستقرار القديم وامتدادا للثقافة القديمة السائدة للمنطقة التي سكنها الأمازيغ منذ القدم. فنجد عند اليعقوبي وعند الإدريسي وعند ابن خردادبة وعند جمع آخر من المؤرخين الإسلاميين، نجد عندهم ذكر لجملة من القصور التي كانت متواجدة في المنطقة، ومنها قصر صالح الذي موقع بوكماش اليوم والذي كان يسمى بسيدة في العصور القديمة، ومنه قصر كوطين، ومنه قصر أوطين، ومنه قصر بني ويلول،
ومنه قصر أمريكية ومرسى أمريكية ومنه قصر مليتا. فهذا يعني يعطينا فكرة على أن المنطقة كانت توجد بها كثافة سكانية مرتفعة في تلك الوقت من القبائل الأمازيغية التي كانت تسكن في المنطقة. وأيضا إذا رأينا منطقة من نواحي أخرى نجد أن الاقتصاد الأهم في تلك الفترة كان يعتمد على تجارة الملح، فكان الملح متوفرا في زوارة منذ العصور القديمة وهو أحد أهم أسباب الاستقرار في المنطقة. فكانت القوافل التجارية منذ أقدم العصور تعبر بسلعة الملح إلى إغدامس عن طريق نالوت وعن طريق وازن في طريق تجارية، وكان يتم جلب البضائع من إغدامس ومن الصحراء الكبرى ويعني وتصديرها عبر المواني التي كانت في المنطقة، ومنها ميناء بسدة ومنها ميناء مركان ومنها ميناء زوارة. حيث يعني نعود بك بالتاريخ قليلا، نشاهد أن أقدم يعني أثر في زوارة هو عبارة عن فسيفساء توجد في ميناء زوارة التجاري، وهي يعني جزء من بقايا فيلا رومانية قديمة. وأيضا أقدم الأثار في منطقة زوارة عموما هي مدافن عثر عليها في منطقة مليتا سنة 1968، عثرت عليها الباحثة الإيطالية أن ماريا بيسي، وهي مدافن تعود لرجال القبائل الأمازيغية القديمة وتعود إلى القرن الرابع قبل الميلاد، وإن كان الاستيطان أقدم من تلك الفترة يعني بعصور طويلة. فتشير بعض الأدلة إلى وجود بقايا بيض النعام وبقايا الحلزونات المتحجرة، وهي يعني تعود إلى فترة نيوليتيك وبداية استقرار الإنسان في منطقة شمال أفريقيا وجنوب البحر المتوسط. يعني هذا يجرنا إلى سؤال آخر، وهنا المنطقة يعني بما أنها استوطنة منذ زمن قديم، بالتالي يعني حتى نجد أنها طريق رئيسي مهم جدا للعبور إلى بقية دول شمال أفريقيا وتونس وغيرها وجربة، بالتالي المنطقة يعني كانت محطة تجارية وسياسية مهمة يعني عبر التاريخ. فياريت تحدثنا يعني انتقالة إلى دخول الإسلام إلى المنطقة، و يعني كيف كبرت المدينة وكيف نشوفها بصورتها الحالية اليوم. يعني طبعا كانت في ليبيا يعني في فترة البيزنطيين العديد من الثورات والعديد من الانتفاضات التي قام بها الأمازيغ ضد البيزنطيين الذين كانوا لا تعدو يعني سلطة وجودهم الشريط الساحلي في أغلب الأوقات، يعني كانوا يسيطرون على المرافق التجارية كقواعد بحرية فقط. تورد الروايات وفود توافد قبيلة لواتا على عمر بن الخطاب رضي الله عنه ودخولهم في الإسلام، وتورد رواية أقدم وفود يعني قبائل من الأمازيغ على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ودخولهم في يعني الدين الإسلامي. فهذه كلها إشارات إلى قدم الإسلام وقدم دخوله في المنطقة. بالنسبة لإقليمنا طرابلس الغرب، يعني نقدر نقول أن أقدم الفتوحات الإسلامية هي دخول عمرو بن العاص إلى طرابلس، ومنها إلى صبراتة، ومنها إلى شروس في جبل نفوسة، ومن شروس وجه رسالة إلى الخليفة الراشد عمر بن الخطاب يخبره يعني بالفتح في ليبيا ويستأذنه في الدخول إلى أفريقيا، فنهاه عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأمره بالرجوع. فأعتقد أن زوارة يعني لم يتم دخولها في تلك الفترة عندما دخل عمر بن العاص إلى مدينة صبراتة، فلم تورد المصادر تحركه غربا بل تحركه جنوبا إلى جبل نفوسة، بينما تشير المصادر إلى أن رويفع بن ثابت الأنصاري الصحابي الجليل هو أول من نشر الإسلام في منطقة يعني جربة وما جاورها، وبما في ذلك زوارة، لأنه اتخذ الطريق البري من صبراتة إلى جربة والذي يمر على مدينة زوارة حتمين، فبالتالي تكون يعني أول اتصال لأهالي المنطقة بالإسلام في عهد الصحابي رويفع بن ثابت الأنصاري الذي قام بحملة إسلامية على جزيرة جربة. هذا يعني ينشرنا الآن إلى سؤال آخر لنوجه لأستاذ يوسف، وهو الحديث عن المساجد القديمة في مدينة زوارة وبصفة خاصة. اليوم احنا نتكلم عن مسجد العتيق. نعم، مسجد العتيق. يعني المساجد في زوارة لها تاريخ مهم، يعني كانت في البداية كل القبائل كانت تشترك في هذا المسجد، المسجد العتيق، واللي هو يتمحور في مركز المدينة، وكان عندنا بعض العادات الدينية كلها تقام في نفس هذا المسجد بصورة جماعية. من ضمن تلك العادات أن
الحجاج الأفارقة اللي جيوا من الدول المغاربية في اتجاه السعودية، فهادو يصلون في تقريبا في شهر رمضان. ففي شهر رمضان لابد أن نطعم هؤلاء القوم الذين هم يعتبرون عابر سبيل. فكل قبيلة لها أيام معدودة من شهر رمضان تقوم بالضيافة في هذا النهج، القبيلة الأولى والثانية حتى الأخيرة، سبع قبائل. سبع قبائل لها يومين ثلاثة في شهر رمضان تقوم بالضيافة، بغض النظر من القادمون. من العشية تلقى البازين جاهز بالقرعة والقريش وكذا في وسط، قبل الإفطار يجيبوه يرموه تم ويروحوا، حيث هم الحجاج والمسافرين كلهم يتناولوا طعام الإفطار في المسجد. هذا مكانها كان في الجامع، هذا في نفس المكان. ثم بعد ذلك أن كل قبيلة أصبحت شبه تفتخر، لأن كانت عدد السكان قليل جدا، يعني لا يتجاوز 3000 4000 نسمة، ثم أصبح في 10000 قرابة 10000. فإذا كل قبيلة أصبحت تقوم ببناء مسجد مستقل لها. أصبحوا القبائل السبعة لهم في كل واحد أقام مسجد في شارع بتاعه، لأن الشوارع كلها كانت تصب لهذا في اتجاه المسجد. أولاد عيسى من الغرب، تلالة من الشمال الغربي، الدريسية من الشمال مباشرة، العطاطشة من الشرق، القصار من الجنوب الشرقي، أولاد منصور وهكذا الزفافرة. فهذه القبائل السبعة كلها طرقهم تؤدي إلى الميدان اللي يعرف في قديما بأنه يعني ملتقى الدولة كلها موجودة في وسطها، مجال الأوراق الرسمية والحكومية كلها في هذا المكان، بما فيه اللي احنا توا نصوروا فيه المبنى القديم اللي هو مبنى نقولوا مبنى بن شعبان. هي حقيقة الإدارة كانت في ذلك المكان، كما أزيلت عدة مباني في هذا المكان من بين المبنى يحمل ساعة ميدانية تطق كل ساعة. ففي هذا يعني في أواخر العهد العثماني اندارت حتى هو أزيل بالكامل. ثم لما جاءت تيطانيا غيرت الموقع وأصبحت اللي نقولوا لحنا البيضة، اللي هو المكان العام حاليا اللي موجود كبير، والموقع الحالي هذا أصبح من ضمن المدينة القديمة وأصبح لا يتسع لأن يستوعب مباني إدارية وغير ذلك. معنا نتمنى يا أستاذ يوسف، وحسب ما يفهم المشاهدين، أن المسجد العتيق هذا كان مركز زوار، مركز المدينة بالكامل، وكل قلنا كل المساجد تصب عنده وكل الشوارع تتجه ناحية هذه المقبرة. لما تشوف أنت تو حتى من الصور الجوية القديمة تلقى كل الشوارع تصب لهذه النقطة، لهذا الملتقى. نقول هذا الكلام لعند أمتى يعني قاعد تكي؟ يعني على الأقل من العهد التركي، أواخر العهد التركي. أنت صور القديمة مركز هذا؟ المركز هذا هو اللي نعرفه أنا يعني. في نفس الوقت نحن عندنا شيوخ وأئمة قدم مثل الشيخ علي بقوش والشيخ عاري بدهان، و يعني العديد هم اللي يقيموا في هذه الصلاة. صلاة الجمعة أصلا كانت تقام هنا، ما تقامش في صلوات أخرى. ثم استحدثت قبيلة ثانية من الفقهاء سماها يعني قبيلة العزابة، فأصبحوا هادو عندهم دور الأوقاف حاليا، هم اللي يشرفوا على المساجد، هم اللي يصينوا فيها، وهم اللي يقوموا بصلاة، سواء كانت صلاة العيد أو صلاة الجمعة، فهم فقهاء وأغلبهم قادمين من جربة. وجربة هذا مركز الإشعاع الديني علينا احنا، لأن احنا كنا مذهبنا واحد، ماهوش مالكي ولا شافعي ولا مذهب الأباضي القديم، وقديم جدا في زوارة، يعني من القرن الأول كان هو هذا المذهب اللي عندنا، وإلى الآن رغم أن توا الآن فيها بعد الأحداث 17 فبراير أصبحت في تدخلات أخرى، صحيح، وجاءت تيارات دينية ثانية، المالكية اللي نعرفوه احنا المالكية والأباضية، هذه السائلات في ليبيا بالكامل، ما نعرفوش مذاهب أخرى. صحيح. فالحقيقة هؤلاء الشيوخ كانوا هم
الأئمة نعم هم أئمة هذا المسجد. طيب أستاذ يوسف، حنتو الأستاذ وائل مدنا بصورة يعني نادرة هي للمسجد صورته القديمة يعني يا ريت تحكينا عن التجديد هذا أم تتم وأم تتمت إزالة تم في العهد اللي طال التجديد تجديد في العهد اللي طال هدم المسجد بالكامل هدم المسجد بالكامل لا السمعة فقط السمعة فقط لأن المباني القديمة هذه أزيلت في نهاية الستينات أزيلت وأنشئ المسجد الحديث حاليا مش من المواطنين ولكن من الدولة هذا مسجد بناء الدولة بالكامل نقول في نهاية عهد الملك يعني والجامع أو المسجد هذا والصمعة هذه هي نمط تركي قديم موجود توا واحدة زيها بالضبط غرب مصر في ليبيا المركزي في طرابلس إلى الآن قاعدة قائمة نفس الطراز ونفس النمط التركي شرقاوي وليس مغاربي هذا شرقي وكنا احنا اطفال نعطوا بعض الملاليم ونصعد الى القمه عبر الادرج نتاعها كانت حديديه فكانوا يستغلوا فيها نعم التسليه نرقوا فوق وننزل نشوفوا البلاد وعجوبه يعني وشكرا وهذا يعني نقولوا البناء الحديث للمسجد هذه في نهايه الستينات نهايه الستينات اذن في سؤال ثاني الان يطرح نفسه التوجه فيه الى استاذ وائل وهو الحديث عن المساجد عموما في مدينه زواره وعن نظام العزابه وتسميه المسجد بمسجد العزابه. طبعا المساجد في زواره يعني تتبع يعني نمط معين وهو لكل قبيله جامع خاص بها من قبائل زوارة فنحن في يعني في مدينة زوارة تنقسم الأحياء التقليدية للمدينة القديمة يعني مدينة زوارة التاريخية إلى سبعة أحياء يعني تشمل سبعة قبائل لتشكل يعني الهيكل متاع زوارة وهيكل متاع بني ويلول وسكان الأمازيغ في المنطقة فكان لكل حي جامع خاص به وهذه الجوامع ذات طراز بناء محلي يعني مغل في القدم يعتبر من أقدم يعني الطرق البناء للمساجد في ليبيا وفي شمال أفريقيا توجد هذه يعني نماذج من هذه المساجد في جزيرة جربة التونسية ونلاحظ تشابه يعني غريب بينه وبين المساجد الموجودة في زوارة يعود ذلك إلى أن أهالي زوارة وأهالي جربة كان يعني التواصل بينهم عميق جدا وكان التواصل يعني مستمر طيلة مئات السنوات فكان يعني أسرة من أسر العزابة وهم يعني زي ما قال لك الأستاذ يوسف العزابة يعني هم يمثلوا الحكومة المحلية التي كانت سائدة في المناطق الإباضية فبعد انهيار يعني الدولة الرستومية لجأ الأمازيغ الأباضيين إلى استحداث نظام يضمن استمرارية الجماعة المحلية ويضمن يعني استقرار في المناطق الخاضعة لهم الخاصة بهم فكان تمرد ذلك نظام العزابة وهو يعتمد في يعني في جزء من أجزائه على ديوان الأشياخ وهو عبارة عن كتاب فقهي يتناول العديد والعديد من المسائل الفقهية اليومية التي يعني تهم جمهور الناس يعني العاديين فكان يعني العزابة وهم فقهاء في الدين مشرفين على الأمور الدنيوية والأمور الدينية لدرجة يعني أن في فترة من الفترات أنهم كانوا يشرفون على عمليات البيع والشراء عبر السوق ويتأكدون من جودة البضائع ومن أنها مناسبة ولا يزال هذا النظام مستمرا في غردايا في الجزائر يعني النظام هذا يعني موجود عندهم إلى يومنا هذا بينما اندثر في ليبيا واندثر في جزيرة جربة التونسية وأخص بالذكر أن يعني كانت في أسر علمية في زوارة من بينها أسرة ولاد حمامة وهم من فقهاء العزابة ولهم عدة مؤلفات ولهم عدة مخطوطات تتناول مختلف مناحي يعني الفقه ومختلف مناحي يعني اللغة العربية من نحو والتصريف وإن كانت لهم محاولات للكتابة والتدوين باللغة الأمازيغية نذكر منها يعني كتاب الشيخ عبد الرحمن بن سليمان الزواري الويلولي وهو كتاب منظومة شعرية في فقه العبادات دونت باللغة العربية ودونت باللغة الأمازيغية وهي يعني لا تزال مفقودة إلى الآن ولم يتم العثور عليها وإنما وردت الإشارة إليها في مصادر ثانية أيضا توجد عدة قصائد شعرية مثل قصيدة تنهى عن السحر وتحرمه وتعدد مضاره للفرد والأسرة في المجتمع
مكتوبة باللغة الأمازيغية، فكان للمدرسة الفقهية السائدة في زوارة قديما وفي جبل نفوسة يعني نواحي اجتماعية ونواحي سياسية ونواحي اقتصادية مختلفة متنوعة، كانت يعني تتناول مختلف مناحي حياة الأفراد في ظل هذه الجماعة، وكان يتم اختيار رئيس هذه يعني الهيئة هيئة العزابة من الأكبر، يختارونه أكبر سنا وصلاحا. فيتحدث التجاني سنة 1307 عن صفات أهل المنطقة فيقول: ولهم عزة نفس وشجاعة موصوفة وأمانة فيما يودع عندهم وتبات وتصميم في عقيدتهم، ورأيت منهم أقواما صفرت ألوانهم ودبرت أجسامهم من كثرة العبادة. فهو يصف حال أهالي تلك المنطقة بصفات يعني تدل على أنهم كانوا متمسكين بدينهم وكانوا متمسكين بهويتهم ولغتهم، وكان يعني لهم صيت، وكانوا يعني لا يخشون في الله لومة لائم في تلك الفترة المظلمة من التاريخ الليبي. أستاذ يوسف، يا ريت تحدثنا عن، أعتقد أن عندك كتاب قريبا سيصدر يتكلم عن تاريخ مدينة زوارة. هو يعتبر الكتاب مخطوط مش مطبوع يعني، تحت الطبعة مازال، طور الطباعة لم يطبع مازال، فهذا يسمى بكتاب ذاكرة زوارة. الحقيقة هو ذاكرة زوارة جاءت عن قصص، وهم عتير تاني في زوارة اضطرتني أن أكتب هذا. فمن ضمن الأحداث أن أحد الشبان في فصل يعني في شهر رمضان في وسط الأبيض اللي احنا نقولوا لها الرحبة هذه، تعاركوا زوج، واحد كهل واحد شاب، الشاب بضرب الكهل وهك جردة طاح في شوي في بخاخ مطر وقايل على ذلك، فقعد متأثر جدا أهين. والولد هذا الشاب هذا منفرقهم، لكن الطرافة أنه يكتشف أن هذا الذي يعني مد يده إليه هو ابن أخيه ولا يعرفه، لأن هذا من قاتلين طرابلس وهو قاتل هنا وما يعرفش. فحزت في نفسها أنها يعني وصلت إلى المجتمع قطيع إلى درجة أن الابن أو الرجل لا يعرف أبناء أخيه، مشكلة. وحزت فيني في نفسي، فقمت بجمع كل يعني أشجار العائلات لكل المدينة بكل لحمها وبكل قبائلها، يعني كتاب أرشيف لمجتمع أرشيف دولة. كامل تام متكامل في حوالي 500 صفحة مجلد تام، كل أشجار عائلات فقط، لا يحوي أي شيء آخر، والألقاب متاعنا وإلى آخره. طيب، ومتى نبشر القارئ الكريم بأنه سيصدر هذا الكتاب؟ نعم، قلت لك ومتى نبشر القارئ الكريم بصدور الكتاب؟ ما يتوقف ذلك على مدى الدعم الذي أحصل عليه إن شاء الله. في بعض الكثير من الناس قد وعدوني أن سيدعموني في الطباعة، لأن الطباعة في ليبيا تكلفتها غالية جدا يعني. طبعا الكتاب هذا جزء منها، هذا واحد من خمس مجلدات، والمجلدات الثانية تتحدث عن العادات والتقاليد، وانت تعرف العادات والتقاليد الليبية تمتد جذورها الى العصر المسيحي والعصر اليهودي، يعني الى الان نحن في زوارة نقوم بعادات وتقاليد نعرف اساسها المسيحي، ونعرف هيرودوت نفسه يتحدث عنها قبل الميلاد ب 500 سنة تقريبا. نعم. يقول اللوتافيجيون القاتلون في هذه المنطقة هم يعبدون آلهة تعرف بتريتونس. تريتونس هذه كلمتين أمازيغيتين، نجوم الحفظ، آلهة الحفظ، تري إتري باللهجة الزورية نتاعنا، تونس الحفظ. نعم. يعني تنس، نقولوا تنس مفتاح. فهو نطقها عبارة واحدة. نعم. وإلى الآن في أفراحنا نقوم بهذا الطقس اللي هو نحترمه في هذه النجمة اللي لما تطلع نديره طقس، ولما تطيح مع الصبح نديره طقس ثاني يقولونها النجمة، ونمشي للع... يعني كل العادات اللي مكتوبة ومسردة منسوبة إلى القصص القديمة وربط ميثولوجيا يعني. صحيح. أربطناها مع بعض لها تاريخ وجذور من الأساطير. نعم. وكذا في كلمة أخيرة أستاذ وائل، يا ريت نصيحة وتوجيه من حضرتك يعني للجهات المسؤولة في البلاد للاهتمام بتاريخ المدن وتراثها وفولكلورها.
طبعا زي ما قلت، المعالم التاريخية والأثرية في عموم ليبيا تحتاج إلى اهتمام، تحتاج إلى توثيق، تحتاج إلى تسجيل، تحتاج إلى معاملة خاصة، لأنها تمثل إرث ثقافي وتمثل الإرث الحضاري، وهي يعني في مجملها رصيد ثقافي مشترك يجمعنا نحن جميعا الليبيين ولا يفرقنا. فيعني ليبيا بلد عظيم ووطن كبير توافدت عليه الثقافات والحضارات وشكلت نسيج اجتماعي. ونتمنى يعني من الجهات المسؤولة الاهتمام بهذه المعالم وإعادة إحيائها وإعادة بنائها، و يعني حتى تكون يعني لنا هوية يعني معمارية خاصة بنا مثل الهويات المنتشرة في جميع أنحاء العالم. فيعني وعن طريق ذلك تحقيق هذه الأهداف لازم يعني الباحثين يتم دعمهم، ولازم يتم الاهتمام بهم وتوفير يعني التمويل اللازم لإجراء هذه البحوث، لأنها يعني لها أهمية كبيرة، ولأن تاريخ وذاكرة الأمة هو جزء أصيل من هويتها. يعني بعد النشيد والعلم تأتي الهوية التاريخية المتنوعة للبلاد. بارك الله فيك. أتمنى في نهاية هذه الحلقة أن تكون قد نالت إعجابكم، وهي حلقة مميزة تناولت مدينة زوارة ومعلم من معالمها المهمة وهو الجامع العتيق، جامع العزابة. تقبلوا تحياتي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.